نظمت مؤسسة حياة كريمة تحت عنوان يدوم الفرح حفل توزيع أجهزة عرائس لعدد 100 عروسة من أبناء محافظة سوهاج لتأهيل وتجهيز الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة. قال منسق عام حياة كريمة بسوهاج هشام حداد إن مبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة قد تحولت إلى فلسفة حياة كريمة لتقديم كل أوجه الدعم للأهالي في مختلف قرى مصر. تحت عنوان يدوم الفرح رسمت مؤسسة حياة كريمة البسمة على وجوه 100 عروس من أبناء محافظة سوهاج بعد أن وفرت المؤسسة مجموعة من الأجهزة المنزلية والكهربائية الأساسية لكل منزل. سبق ذلك دورات تدريبية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة لتأهيل الفتيات المقبلات على الزواج بنطاق المحافظة. بتحتفل المحافظة برعاية معالي اللواء طارق الفكري محافظ الإقليم بعرس جماعي 100 من بنات وأبناء الشعب السوهاجي من داخل قرى حياة كريمة، تلك القرى التي تنفذ عليها مشروعات المبادرة القومية، مبادرة حياة كريمة التي حولت الصعيد من صعيد مهمش طوال عقود طويلة إلى صعيد سعيد. المبادرة دي من ضمن المبادرات كتير قامت بها مؤسسة حياة كريمة. هدف المبادرة مساعدة الفتيات الغير قادرات، تأهيلهم للزواج، وتم عمل دورات تدريبية لمجموعة من الفتيات للتأهيل للزواج عن طريق المجلس القومي للمرأة والأزهر الشريف والأوقاف. يوم يدوم الفرح عبارة عن تجهيز وتأهيل وتدريب 100 عروسة يتيمة بالمحافظة. الحقيقة ان احنا اليوم ده ما عداش، يعني كان وراه جهد كتير وشهور اصلا عشان خاطر نقدر نختار 100 عروسة من جميع الاماكن ومن جميع القرى ومن جميع النزوع. كان واجهتنا ان احنا نقدر نجيب عرسان او عروسه مؤهله ومستحقه فعلا ويتيمه بالفعل. حاولنا التوزيع الجغرافي، حاولنا التوزيع الديني على قدر الامكان. حضرتك تجهيز العروسه بيكون من غساله، من ثلاجه، من بوتاجاز، من شنطه مستلزمات شخصيه ل 100 عروسه. الاحتفاليه شهدت عروضا فنيه وفولكلوريه قدمتها مديريه الثقافه بسوهاج وسط حضور كبير من قيادات المحافظه، بالاضافه الى اسر الفتيات المكرمات المقبلات على الزواج. ان نحن نعمل البحوثات وبدأنا بقى نجهز الأوراق وقدمناها، والحمد لله برضه مبادرة حياة كريمة زي ما عودتنا دايما انها بتوفي ووفت معانا وعطت كل العرايس كل واحدة جهاز، وكانت فرحة عارمة. انا بشكر مؤسسة حياة كريمة عشان جابت لي الجهاز النهاردة من غسالة البوتاجاز التلاجة الشاشة. أول ما نزلت المبادرة بصراحة نحن فرحنا وفرحنا أسر كتير، نحن بنقدر نساعدهم في حاجات كتير. يعني طبعا لما نزلت مبادرة تجهيز العرايس نزلنا بنفسينا للناس أكثر احتياجا، وتم اختيار بعض العرائس اللي هم فعلا محتاجين الجهاز ده انه يوصل لهم. الاحتفالية شملت عرضا لما قدمته مؤسسة حياة كريمة خاصة في محافظة سوهاج التي ساهمت بشكل كبير في تغير واقع المحافظة إلى الأفضل. العرض تناول ما تم من مشروعات ضخمة في مجالات مياه الشرب والصرف الصحي والبنية التحتية ومختلف القطاعات. المبادرة انبثق منها العديد من المبادرات التي أصبحت تبحث عن المواطنين المستحقين في كل شبر في مصر لتقدم لهم الدعم والرعاية الصحية والمجتمعية وتوفر كافة احتياجاتهم بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة.